نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع كوادر جمعية ساعد وعدد من الجمعيات الأهلية في حلب يوم عمل تطوعي لطلاب 5 مدارس للتعليم الأساسي والثانوي في أحياء مختلفة بحلب احتفالاً بيوم التطوع العالمي. شطفنا ونظفنا الباحة وشطفنا الصف، تعلمنا أهمية الحفاظ على البيئة والنظافة. جيت بشاشاك بالعمل التطوعي وأنظف مدرستي وأساعد رفاقي في تنظيف الباحة. لازم نحافظ على مدرستنا، مدرستنا مثل بيتنا تاني، ولازم نحافظ على المدرسة دايما. أنا اليوم جيت مشاشاك بالعمل التطوعي هو مدرستنا. طبعا الغاية أو الهدف من هذه المشاركة هي نشر أو غرس القيم التوعوية الصحية للأطفال وكيفية القيام والمساعدة مع الآخرين وإعطاء البسمة والمحبة والتعاون بين بعضهم. احنا اليوم بيوم العمل التطوعي العالمي، جمعية ساعد ارتأت انه تكون موجودة بحلب فعلا لتحتفل بهذا اليوم مع اهلنا بحلب، مع متطوعينا بحلب، مع اطفالنا اللي احنا اليوم بحاجة رسخ هذا المفهوم عندهم. عم نزور المدارس اليوم، عم نحاول نساعد لنطلع المكنون الداخلي عند الطفل بانه هو متطوع من الفطرة، ولكن هذا التطوع بحاجة لدعم اكثر، بحاجة لانه يطلعوا اكثر، بحاجة ليوسعوا اكثر. بمناسبة اليوم العالمي للتطوع قامت الوزارة بإطلاق حملة تطوع من مدينة حلب. الحملة بتستمر لمدة 4 أيام. كانت بداية الحملة طبعا هي باستهداف المدارس، استهداف 5 مدارس من مدينة حلب. طبعا هو مفهوم التطوع موجود عند الأطفال، لاحظنا أنه هو موجود عند الطفل من حيث المشاركة في تنظيف الصفوف والباحات. دور الكادر هو التوعية وتحفيز موضوع التطوع لدى الأطفال. طبعا العمل التطوعي هلأ المستهدفين هو العمل التطوعي بتنظيف المدارس مثلا أو بالمساعدة الآخر. الفكرة كتير حلوة، طبعا استهداف سبب الاستهداف الأطفال لأنه الطفل هو الرسالة الموجودة معنا بالمدارس متوجهة للأسرة اللي هي الخلية الأولى بالمجتمع.